بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الجهاز الفني لفريق الزمالك اختتم مران امبارح اللي اقيم على ملعب عكاظ، وده استعدادا للقاء النصر المقبل في البطوله العربيه، بخوض فقره خاصه لتدريب اللعيبه على التسديد على المرمى. كمان كان في تقسيمه قويه. ولسه مع الزمالك، وأدى أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك مناسك العمرة قبل المواجهة المنتظرة مع الزمالك أمام النصر السعودي، واللي هتتلعب بكرة في إطار المرحلة الثالثة من دور المجموعات في البطولة العربية. ونادي تشيلسي الإنجليزي أعلن تعاقده مع ليزلي أوجوتشوكو لاعب وسط زين الفرنسي رينا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه، وده استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم اللي جاي 2023-2024. فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني خاض تدريباته الأخيرة استعدادا للمواجهة الودية اللي هتكون أمام نادي موناكو الفرنسي. كمان فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح اختتم تدريباته استعدادا للمواجهة الودية اللي هيخوضها أمام بايرن ميونخ ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد. بكده خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لجمانة وأحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا.